اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عرب هاردوير. النهارده هنلعب فيفا 17 وهنلعب درافت. يعني زي ما انتم تعرفوش اخر مره احنا لعبنا درافت وكنا كسبانين الماتش والواد خرج من الماتش واتحسب لينا احنا اللص. فاكتشفت من الكومنتس الكتير ومن فيديوهات على يوتيوب ان كان في جليتش ولو عملت تغييرين باين او حاجه كده حاجه ليها علاقه بالسبستيوشن. يعني لو عملت تغييرين يحصل ديسكونكت للماتش وماتش بيتحسب او بيتحسب لك انت الوين حاجه غريبه كده. المهم هم ظبطوا يعني الموضوع ده، نزلوا ابديت والابديت ده المفروض ان هو ظبط الجليتش دي. فتعال نلعب درافت وانا معايا 18000 كوين وانا هخش 15 وهيتبقى معايا 3900 مش عارف كده. طيب هو مفيش غير 5 2 1 2 او 4 3 3 الديفند، بس انا مش بحب قوي 4 3 3 الديفند دي، و5 2 1 2 يعني خطه يعني مش لذيذه قوي. فاحنا هنلعب 4 3 3 يا رب. اول لعيب جالنا ديبالا ايه ده الحلاوه دي. ده اختيار صعب جدا جدا جدا. يعني احنا جربنا رونالدو بيل كتير قوي في درافت، فانا اختار ديبالا ان فورم ولسه نازل. انا عارف ممكن ناس كتير جدا تكرهني على الاختيار ده، برضو نجرب حاجه جديده. يعني انا سمعت ان الكارت ده فظيع. ونختار مين في كيج؟ تعالوا نختار عم هارت دايت. ده شكله درافت جميل جدا. تعالى من جد. لا ده شكله درافت جميل جدا جدا. يا ايه يا جماعه في ايه؟ انا مش يعني في ايه؟ ليه ايه الحلاوه اللي انتوا بتديهم لي دي؟ بس انا بلعب درافت والله مش بفتح باكس. فا ايه يا جدعان القرف ده؟ هو ايه ادوني ديبالا ان فورم وخلاص كده؟ ايه ابتدت تندع اهي. طب انا بجد ده هيبقى اوحش درافت عملته في حياتي. يا نهار اسود ايه القرف ده؟ اخد جنوبي زدان يعني؟ انا بجد مش عارف ايه الفرقه دي. ماشي اوكي اوكي ها اوكي حلو. طب تعالى يا عم رونالدو عشان شكلك مش هتطلع كتير. ايوه بقى كده هو ده الكلام. تعالى يا عم روبن. انا غالبا هلعب من غير كيمستري بقى بما ان هي كيكه مش فارقه. يعني عايزين بقى واحد اجويرو على واحد هيجوين كده. ماشي ايه ده؟ مين دول؟ اي حاجه وخلاص. عايز سترايكر يا جدعان، ما عنديش سترايكر. ماشي كروس اوكي كروس ماشي حلو حلو. ابتدت تنقط تاني اهي. كافاني انفو كام هير ميسي بو. اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه إيه بيل انفورم ميسي ازرق وجودن انفورم. بص سيبك من جودن ده مبدئيا، ما هو يا ميسي ارجنتيني وهيزفلط مع ديبالا. ماشي تعالى ونحط روبن دي. انا مش عارف ايه الدرافت اللي جاي احلو في الاخر ده. ايوه بقى رويس انفورم الديل وتعالى. لا كده درافت حلو. اخر واحد بقى يطلع اجويرو مثلا، حته اجويرو كده ليفاندوفسكي اوكي بيل تاني. ايه يا جماعه ده والله ايه الهبل ده؟ يا هما في الاول كان قرف بعدين ابتدى يحلو قوي. فاكس ليفاندوفسكي ما بعرفش العب بيه في اللعبه دي. ده هيظبط كيمستري اكتر مارسيلو، بس انا عندي بص اختار بقى مارسيلو عشان الدفاع يبقى ظابط الصراحه. يعني هنعمل كده، طلع بينز بره ونزل مارسيلو كده هيلقط مع الرون. ايه ده الليفت باك مش بيلقط مع الليفت وينج في الفورميشن دي؟ يعني انا متهيألي الدكه بتاعتي احسن من فريقي اصلا. يعني الدكه بتاعتي بينز انفورم، ويليان انفورم، روبن انفورم، رويس انفورم، كافاني انفورم، اختاريان انفورم. ده شكل التيم الاخير. شيزني، مارسيلو، مانجالا، فاران، رايت باك معرفش مين ده عايز اعرف اسمه، كورشيا، انزونزي، كروس وانيستا تيم اوف ذا يير، رونالدو، ديبالا انفورم، وميسي الازرق الغريب اللي انا ما اعرفش الكارت ده بتاع ايه. مع الدكه زي ما قلنا الانفورمات الكتير دي. وهو بس الفكره بقول لكم سترايكر انا ما اعرفش بقى ديبالا كام ده. هو واخد مبدئيا اثنين كيمستري ومش لاقط غير مع ميسي وبيلعب اوت اوف بوزيشن وحالته حاله، بس مش مشكله ده ديبالا بقى. يلا بينا. اوكي اول ماتش في الدرافت. يا نهار اسود ومنيل. ايه ده ايه ده يا لهوي يا خرابي ايه ده؟ ميسي تيم اوف ذا يير، رونالدو تيم اوف ذا يير، روني ريكورد بريكر، توني كروز تيم اوف ذا يير، سيرجيو راموس تيم اوف ذا يير، داني الفيس تيم اوف ذا يير. 1 2 3 4 5 ده عنده نص التيم اوف ذا يير. هي شكلها بدايه موفقه جدا جدا. انا مش عارف والله انا فعلا ليه حظي في اللعبه دي وحش كده. يعني بجد بجد والله مش عارف. يعني ليه ينزل لي واحد عنده نص لعيبه تيم اوف ذا يير؟ مش عارف. ده ميسي تيم اوف ذا يير طبعا هيفتح الاسبرينس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى ايه ده بقى وبالداب كمان. ده شكله ماتش جميل جميل جميل. طيب يلا عادي انا عندي رونالدو برضه يا حبيبي. تعالى كده تعالى كده حط في الجون. ايوه عاش. مش انا اللي يخش فيها جون في الدقيقه الثانيه بس كده. يلا ايوه دي بالا. الماتش ده شكله هيفتح جامد ده. ايوه دي بالا عاش. يلا يا جماعه الواد ده سبوز هينزل لي مين؟ يعني ناقص تنزل لي مين فعلا؟ انا مش فاهم. ايوه رونالدو. ايوه دي بالا. لا دي بالا جامد. دي بالا امشي يلا يا ميسي يلا اجري يلا اجري يلا يا ميسي يلا. ايوه يلا يا ميسي يلا. دي بالا بقى دي بالا بقى يا ميسي هات. ايه ده ايه اللي فتح؟ ايه ده ايه يا جماعه محدش بيجيبه؟ ايه ده؟ ده داني الفيس. ايه بقى لا ايوه شيزني عدى رونالدو بس خلاص يا جماعه خلاص خلاص يا جماعه. رونالدو رونالدو انفراد رونالدو انفراد رونالدو انفراد رونالدو انفراد يا حبيبي بس خلاص يا جماعه. موضوع سهل خالص.
يلا يا ابني يلا يلا سي كونتر اتاك جون على طول كده يلا اها يا لهوي يا لهوي على اللي حصل ده ايه ده شيزني يا لهوي ايه ده ايه ده شيزني صد انفراده من ميسي تيم اوف ذا يير ايه ايه طب ايه طيب هو ايه الكروت دي ما حدش يعني خلاص كده طالما فتح الجاريه بتاعته خلاص مش عارف اوقفه يعني انا مش فاهم يا جدعان بصوا بقدر اضربه ضربه اهو ما فيش اكني بزغزغه في ظهره واكيد يا لهوي لا لا ضرب فتح خلاص ايوه رايت بقى جامد يلا يلا يا ايش ايش اوبا افش اي حاجه ماشي 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 يلا لا 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 يا جدعان لا لا اكيد اكيد الهجوم مش ده اللي داخل عليا يا لهوي يا منجله يا جامد جامد يا منجله والله نخش بيه تاني كده ايوه بضرح في داهيه بضرح في داهيه نودي له واحده بقى يا راجل بقى يا ميسي ايوه ودي ديبالا يا جامد يا ديبالا عاش والله لا داب خش يا الف ايه ده ما دبتش ماشي واد رخم قوي ومعاه تيم يعني والله العظيم عنده اتنين قدام ما بيوقفوش بصوا بقى اتفرجوا ايوه يلا يا ميسي ها هوبا ايوه افضل دايس ار 1 ما تسيبش الار 1 يا لهوي يا ها 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 هولي شيت اوعى حلوه بقى لا شيزني لا يا لهوي على القرف على لعيبته اقسم بالله ما بتقفش دي والله لعيبته ما بتقف بيجروا جري اكسترا تايم والله ماتش زباله والله ماتش زباله يعني مش فاهم والله تعالى كده يا كوتش يا بجد كلاوديو برافو بيصد دي من رونالدو روبن عاش ماشي يلا ماتش صعب قوي والله يلا ايوه بينز ايوه يا بينز بس كده يا جماعه 5-3 اكسترا تايم الشوط الثاني ان شاء الله الماتش بتاعنا خلاص لا جون حلو يا سلام يا بينز يا لهوي على الغرفه بس كده يا جماعه راح بقى الواد هيعمل ليف ولا ينزل لي مين تاني لا رب ما يكونش مالكش دعوه بس انا كده كسبت الماتش المفروض اول ماتش كسبناه بصعوبه جدا بس المهم ان احنا كسبناه خلاص يلا بقى نخش تاني ماتش نزلنا ضد واحد عنده برضه رونالدو تيم اوف ذا يير انسينيا ولا ميرتنز سترايكر ميسي انجوليان انفورم كروس انفورم نيمار انفورم فيبي لويز فيكي تيم اوف ذا يير ووكر انفورم انا مش عارف والله كميه الانفورمات والتيم اوف ذا يير اللي بينزلوا ضدي انا مش فاهم بس بقى تعالى كده بقى عشان ايه ايوه ديبالا بس يا جماعه انا عارف ان هو جون زباله جدا بس انا بيحصل فيا الحركه دي وانا هعملها في الناس عادي جدا طالما واحد ما اعرفوش يبقى عارف اللي انا عايزه ايوه اعمل لي بوز بقى واقعد نزل لي بقيه الدسته اللي عندك على الدكه وانا هبتدي انزل من دلوقتي انا مش هقعد مستني انا لحد ما البس 3 اجوان لا 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 يا منجله لا يا منجله لا 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 اوه لو لو انا مش عارف الكره دي ما دخلتش ازاي سامحني والله بس الجون ده حلو الجون ده جامد قوي الجون ده فيه جمله تكتيكيه رائعه عشان عايز تقعد تعمل لي في تبديلات بقى وتنزلني واخد بالك تفتح المحرك بتاع انيستا اشتغل ادي الكره دي بقى لا ايوه لا لا يخرب بيت كده طب اقول ايه والله اقول ايه بجد يعني انا بجد الكره دي يعني ايه اللي ممكن يتقال فيها هوبا يا ديبالا يا حبيبي يعني انت انفورم وانت في بق الجون ويعني عيب والله الكور دي ما تخشش يعني هنقعد نندم عليها يا جماعه اجري يا عم ديبالا ماشي واحده كده يا بيكي فشخني الصراحه لا بيكي تيم اوف ذا يير جامد لا بس الكره اللي فيها عرضتين دي يعني ما نو كومنت اي ايه اللي وقع على وشه ده هو واقف مين جون مين الجون ده
شيزني شيزني اتحرك يا بابا يا حرك حرك الحيطه ما تتحرك. انا والله من بعد الكورتين اللي جم في العرض ورا بعض دول والماتش ده انا متاكد في ماتشات كده لما بتضيع فيها كور معينه تعرف ان الماتش ده مش بتاعك خلاص، حتى لو انت كسبان 7-0 هتشوف. ايوه ديبالا بقى، ايوه ديبالا، انا مش فاهم الواف جون ده ايه. يلا ديبالا، يلا ديبالا، زيبالا 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 زباله الزباله، يلا ديبالا يلا ديبالا. ايوه يا ابني انا مش عارف ازاي يا بعد كل ده بيشوط الشوط القذره دي، انا عامل في ناس وفي زاويه وباور احسن من كده و... انا نفسي اجيب اوبا زفلط اي حاجه. لا بجد يا جدعان بجد الكره بتتمشى، الكره بتتمشى في الستة يارد محدش عايز يحطها. هو ليه يا توريه بيجري؟ ايه يا توريه اللي بيجري ده؟ غبي الواد ده، غبي قوي الواد ده فعلا غبي. مش عارف دي اوف سايد ولا لا، بس احنا هنكمل يعني. وطلعتش اوف سايد وانا ضيعتها زي غبي انا كمان. ايوه ايوه السروجي 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 بس يا لهوي. لا 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 منجالة منجالة، بوس ايدك يا منجالة. ايه يا نهار يا نهار انا والله كنت متاكد حاجه زي دي تحصل، والله متاكد ان حاجه زي دي هتحصل، انا والله متاكد. انا قلت لكم قلت لكم الماتشات دي دايما بتيجي طالما ضيعت كورتين المفروض ما يدعوش خالص كده، هتلاقي الجول في الدقيقه 90 كده لبس فيه، كنت عمال تضيع طول الماتش اصلا. بصوا انا يعني انا مش محتاج اتكلم، انا شايط 21 شوطه هو شايط 4 يا عم. السيريجو اللي واقف جون ده بيصد عيال ما تتصدش. اتفضل يا عم طب اعمل ايه تاني؟ طيب يلا رونالدو يلا رونالدو يلا 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 رونالدو وديه لفوق نزله لتحت. يا ازاي ازاي تضيع ازاي؟ يلا رونالدو يعني ازاي بيصد الكلام ده؟ اه ايه بقى؟ ايه؟ ايوه ها يا لهوي يا خرابي. والله ما عارف يعني بجد مش عارف اقول ايه. شايط 27 شوطه منهم 20 اون تارجت، واقف سيريجو في الجون بيصد صدات مش عارف يعني. انت شفت انا مش هتكلم، هبتدي اتخنق من اللعبه دي. لا بجد والله ابتديت اتخنق فعلا، هكون فاشخ الوقت طول الماتش وهو يجيب 3 اجوان 3 اوسخ من بعض اصلا. عايز اتفرج على الفيديو الثاني الفيفا، اعمل سبسكرايب للعرب هاردوير، سوش لعبكم فيديو تعملوا لايك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله يا جدعان، والسلام عليكم.